ان كل الناس احتفلت بعيد الام حتى في السجن، حتى في سجن النساء احتفلوا بعيد الام، ما جوش يقولوا دول مجرمين مش امهات، لا هما في الاخر امهات برضو، غلطوا ضلوا الطريق، عملوا معصيه بس هم في الاخر امهات. تعالوا نروح سجن الناس نشوف ازاي قطاع السجون قال كل سنه طيبه للامهات. تحافظ على ولادها، بقول لكل اب يحافظ على اسرته. ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل كتيبه يا ربي خليك يا امي. طبعا احساسي احساس اي ام ان هي برضو حاله صعبه في المكان دوت، ان يعدى عليا يوم زي كده مش وسط عيالي، صعب جامد جامد جامد. بس انا برضو بقول لها معلش يا شيماء، وانا هنت عليا واستحملي، وانا خلاص خارجه وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، والسنه الجايه اكون في وسطكم. كان عيالي بيخشوا عليا بهدايا وبيقعدوا في وسطينا وبيبقى احسن عيد ام، بيبقى احسن عيد امي بالنسبه لي. يا ربي زعلانه بس عشان انا كنت بعيده عنها، بس لما جت النهارده انا مبسوطه جدا انا شفتها. نفسي ان انا اطلع واكبرها لحد ما تبقى دكتوره. كل سنه وانت طيبه. زمان زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم التاني. زمان زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي. والله هو احساس صعب يعني، بس هنا يعني اللي عملوه معانا الاداره بتاعتنا ما حسسناش بال يعني بالحرمان او باي حاجه، لا يعني رئيس مباحث يدخل عندنا جوه يقول لنا كل سنه وانتم طيبين، ويجيب للاطفال دباديب
هم المامور يجيب لنا يعني تورته وجاتوه حاجه زي كده ويقول لنا كل سنه وانتم طيبين ويحضر معانا يعني تبقى حاجه كويسه. وتيجي تشقري يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب. الانسانيات بتبقى حاجه لطيفه جدا والله، وخصوصا لما بتبقى نابعه من القلب. يعني فكره ان احنا ماسكين لبعض السكاكين طول الوقت دي مش لطيفه.